هنتنقل بعد كده لما يسمى بالأبعاد أو الدايمنشن. إيه هي الدايمنشن أو عبارة عن إيه؟ دايمنشن has specific meaning أو معنى معين. It denotes the physical nature of the quantity. هي بتعبر لي عن الطبيعة الفيزيائية للمادة. لو اتكلمنا عن الثلاث وحدات الأساسيين، الدايمنشن لللينس عبارة عن حرف ال الكابيتال، الكتلة أو الماس الام كابيتال، التايم التي كابيتال. ودايما الدايمنشن الرمز بيوضع ما بين سكوير براكتس أو أقواس مربعة زي ما هي موضحة في السكرين، نستخدم سكوير براكتس. لو جينا بصينا ايه الفرق ما بين الدايمنشن واليونت، الدايمنشن تختلف تماما عن الوحدات. each dimension can have many actual unit. for example، لو خدنا مثال quantity زي الاريا، هنلاقي الدايمنشن اللي تربيع لا تتغير، انما وحدة الاريا في الـ SI unit عبارة عن السكوير متر او المتر المربع. الوحدة اللي بتقاس بها الاريا في الـ US units اللي هي الفيت تربيع او القدم المربع. نفس الكلام بالنسبة للفوليوم، الحجم الدايمنشن او ابعاد الحجم الـ cubic L او الـ تكعيب، وحدة اللي بتقاس بها الحجم في النظام الدولي المتر المكعب، انما في نظام الامريكي الوحدات اللي هي الفيت تكعيب. لو اتنقلنا لبعض الكميات المشتقة او derived quantities زي السبيد السرعة، السرعة الابعاد بتاعتها L على T، ممكن نكتبها بطريقة تانية اللي هي LT-1. وحدة السرعة في النظام الدولي متر بير سكند، النظام الامريكي فيت بير سكند. and so on، الاكسلريشن التسارع، ابعاد التسارع L by 2 سكوير او LT-2. وحدة اللي بيقاس بيها التسارع في النظام الدولي الوحدات متر بير سكوير سكند، او في النظام الامريكي فيت بير سكوير سكند. اذا لازم اعرف الفرق بين الابعاد وبين الوحدات. ممكن الاقي الكمية لها اكتر من وحدة حسب النظام، انما لها ابعاد واحد لا يتغير.